شاني بن ناصر رئيس جمعيتين الثقافة والرياضة وجميع جمعيات ألعاب القوى بعين شداد. هذا أول مهرجان انضمته الجمعية ديالنا اللي هي جمعية شاني الثقافة والرياضة، مهرجان ديال الحصان العربي والبربري بصفة عامة. أول مرة تنظموا هذا المهرجان لأول مرة بدعم من شركة الملكية لتشجيع الفرس اللي هي سلاتوريك اللي دعمت هذا الحفل ديال الفرس. لحد الآن كل شيء الحمد لله كما تشوفوا دايز مزيان، كاع الطرق ديال لا فونتازيا جاو منهم عرب ومنهم أمازيغيين الحمد لله، تعطيو واحد المهرجان مستوى كبير. كاين شي تظاهر اخرى في المستقبل ولا انك تشوف لان هذا اول مهرجان قمنا به؟ ما كناش عولين عليه، الحمد لله جات الفكره للجامعه ديال عين شداد هنايا بالاعضاء ديالنا وبرئيس الجامعه اللي تنشكروه في هذه المناسبه هذه. المهرجان بالتعاون مع 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 الجمعيه الشاني للثقافه والرياضه. نعم الو، جات الفكره هذه تنضمنا هذا المهرجان، الحمد لله هو غادي ناجح الحمد لله، وغادي تكون مراحل ثانيه وثالثه الى اخره ان شاء الله. شكرا سي شكرا.